السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم على قناة مطبخ مع رميساء. يوم إن شاء الله غنحضر معكم المقرط بالتمر في الفرن، كيجي رائع جدا، صحي وكيدوب في الفم أيضا وسهل في التحضير. وابقوا معايا نشاهدوا المقادير وطريقة التحضير. فبالنسبة للمكونات، كنحتاجو كأس غير مملوء من الزبدة المذابة، نصف كأس من ماء الزهر، ربع كأس من زيت المائدة، القليل من الملح، كأس من الماء العادي لجمع العجين، نصف كأس من الدقيق الأبيض الخاص بالحلويات، كيس من الفاني يمكن تعويضه بالقرفة، 3 كؤوس ونصف من السميد الناعم. بسم الله على بركة الله، في إناء كنضيف الدقيق والسميد، كنضيف عليه القليل من الملح، كنخلطهم برؤوس الأصابع جيدا. كما كتشاهدوا أنا كنبقى نخلط غير برؤوس الأصابع، وديك الساعة كنضيف عليه شاصية من الفاني. بعد ما كنخلط مزيان برؤوس الأصابع، كنضيف عليه الزيت وكنبقى نخلط جيدا، كنخلط السميد مع الزيت، وكنضيف عليه كأس من الزبدة المذابة كما كتشاهدوا في الشاشة. ضفت هنايا كأس من الزبدة المذابة، صافي. وكنبقى نخلط مزيان غير برؤوس الأصابع، وندخل الزبدة في السميد وصافي. كندخلوها الثلاجة لمدة ساعتين او ليلة كاملة وصافي. هنا بعد ما خليتها ساعتين في الثلاجة، كنضيف عليها نصف كأس من الماء الزهر، وكنبدأ نخلط غير برؤوس الأصابع، وكنضيف عليها كأس من الماء، وكنجمع العجين. كيف ما كتشاهدوا انا كنضيف الماء بشويه بشويه حيت السميد كيشرب. بعد ما عجننا العجين، كنمروا الان لتشكيل التمر. كما كتشاهدو هنايا عندي 500 غرام من التمر المعجون، كنضيف عليه ملعقتان من السمسم اللي طحنتو وغربلتو، ملعقة من القرفة، ملعقتان من ماء الزهر، كنضيف عليه ملعقة كبيرة من الزبدة المذابة. صافي، كنبداو نجمعو ولا كندلكو عجينة التمر، كندخلو فيها مزيان ديك الخلطة. كيف ما كتشاهدوا كناخذوا كميه قليله من عجينه التمر، كنبداو نطلقوها على شكل طولي، كنستمروا بنفس الطريقه حتى كنكملوا عجينه التمر. كتشاهدوا هذا هو عجين التمر بعد ما طلقناه. ودابا كنمروا لاخر خطوه، واللي هي تشكيل المقرط. كيف ما كتشوفوا هنايا ديت شويه من عجين السميد، وكنبقى نطلقو على شكل طولي، وكنبقى نشكل حفره صغيره من الداخل باش كنحط في وسط منهم التمر. كيف
كما كتشوفوا هنايا دخلت التمر في وسط العجين وبديت كنغلق الحفرات اللي عملنا وكنسبكوهم بهذه الطريقه وكنبداو نكملو بحال اللي بدينا في الاول، كنشكلوها على شكل طولي وكنبداو نقطعوها بموس حاد وعنا العبار جوج اصابع. كما كتشوفوا الصوره انا هنايا رشمت المقروط بموس فقط، يمكن تستعملوا حتى الطبيعه اي حاجه بغيتوا. كنستفوهم فوق طاوله الفرن وكندخلهم الفرن درجه حراره 180 درجه وكنعسلهم جيدا. وكيفما كتشاهدوا هذا هو الشكل النهائي ديال المقروط ديالنا. هنايا انا عسلتهم بالعسل، سبقت وحضرت معاكم على القناة، اللي مازال ما شاف الفيديو يمشي يشوفه، وزينته ايضا بالسمسم اللي حمرته. وكانت هذه هي الوصفة ديال اليوم، كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها. ما تنساوش تضغطوا على زر اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل شيء جديد كننزلوا على القناة مطبخ مع رميساء. مع السلامة الى وصفة جديدة ان شاء الله، الى اللقاء ورمضان مبارك سعيد.